اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم همبر اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأيضا حتى أسكنك أرضك وتمتعه فيها أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شر وبقوتك التي قهرت بها كل شر وخبأ لها كل شر وذل لها كل شر وبجبروتك التي غلبت بها كل شر وبعزتك التي لا يقوم لها شر وبعظمتك التي ملأت كل شر وبسلطانك الذي على كل شر وبوجهك الباقي بعد فناء كل شر وبأسمائك التي ملأ دركان كل شر وبعلمك الذي أحاط بكل شر وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوة يا ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإحسان اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقمان اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعمة اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك
وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متضابعا. اللهم أسألك أصال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأضم فيما عندك رغبته. اللهم أضم سلطانك وألا مكانك وخفي أمرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرى قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي فسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أظلم وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعت للدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يهجب عنك دعائي فعالي ولا
فلا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من شري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أطوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين أدبي فغرني بما أهوى فأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده وخالفت بعد أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي في ما جرى علي في قضاك وألزمني حكمك وبلاك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتبرا نادما منكسرا مستقيما مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مغزى أن أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك اللهم فاقبل أذني وارحم شدة ذرني وفكني من شد وفقني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمي
وصالف برك أبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من طغى عليه قلبي من معرفته ولم جبي لساني من ذكره فأعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي بدعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنسى أكرم من أن تضيع من ربيت أم تبعد من أبنيت أم تشرد من آويت أم تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أن تسلط النار على وجوه خمد لعظمتك ساجدا وعلى عنصر نتغب بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك مؤمنا وعلى ضمائر حوت من علمك حتى صارت وعلى جوارها سعد إلى أوطان تعبدك قائما وأشارت باستغفارك مذهما ما كذب ذنب فلا أخبرنا بفضلك یا شب میلاد امام حسین علیه السلام بلند صداش بزن یا کریم و یا رب یا و انت تعلم و ضعفی عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فينا وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام ولا يخفف عن أهلي لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف
الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولوامرا أذج وأبكي لأليم العذاب وشدة أم لطول البلاء ومدة فلئن سيرتني للعقوبات ما أدائي وجمعت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي وهبني يا إلهي صبرت على حرب النار فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكو في النار ورجائي أفوج فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين بل أصرخن إليك صراخ المستصرخين بل أبكين عليك بكاء الفاقدين بل أناديك أين كنت قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيا صوت عبد مسلم سجن فيا بمخالفته فضاق فأم أذابها بمعصيته وحبس بين أسناقها بجرمه وجريدته فهو يزج إليك ضجيج مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتبسر إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في الأداء وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تعلمه النار
وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يفرغه الذي بغوا وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتم عليه زفيره وأنت تألم وأفرى أم كيف يتغلغل بين أتباعه وأنت تألم صدقه أم كيف تذكره زبانيته وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقى منه فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك بل المعروف من فضلك بلا مشبع لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك هب اليقين أقتأ لولا ما حكمت به من تعذيب جحدي وقضيت به من إخلاد مؤمنيك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغرا ولا مقاما لكنك تمدست أسماك أقسمت أن تملأنا من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المؤمنين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئ وتطولت بالإنعام متكرم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه السنة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهد أمنته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بهم لما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جبرهي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم
وشاهدا لما خفي وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن تغفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بهبه همه جميعا يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفوقتي يا ربي يا ربي يا يا ربي يا ربي أسألك بحقك بقدس وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأماني عندك مقبولا حتى تكون أماني وأبرادي كلها بردان واحدا وقالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤبدي يا من إليه شكوت أهبالي وعلى خدمتك جوارحي أشرب على العزيمة جبانهي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرق إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة المقنين
و اجتمع فی جوارکم مع المؤمنین. اللهم و من ارادنی بسوء فارد و من کادنی فکید و جعلی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقرب منزلتا منک و قصف زلفتا لدک و انه لا ینال ذلک الا بفضلک و جدلی بجودک و اعطف علی واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لغجان وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك واقلني اثرتي واغفر ذلتي وإنك مضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعاء وذمنت لكم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي حبيب عزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تخدع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء فسلاه غربكم يا صابغ النعم يا دافع النخم يا نور المستوشين في الظلام صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.